بيحضر معنا في المباشر سي عبد الحفيظ الحجلاوي المنسق الوطني للمعلمين النواب. الجمعة كانت فما وقفة احتجاجية وكان يوم الجمعة قدام وزارة التربية قدام رئاسة الحكومة لمطالبة المعلمين النواب بحقوقهم وبانتدابهم وتكون العقود متاعهم عقود واضحة. امبارح كان حضر معنا ممثل عن وزارة التربية سي بوزيد نصيري اللي قال انه فما عدد من المعلمين اللي خذوا العقود متاعهم وبداوا يمضيوا عليها من موقع متاع الوزارة. هل بديت الأزمة تتحل؟ هل أنه التلميذات باش يرجعوا يقراوا؟ هل أنه الوضعية متاع المدرسين باش تتوضح؟ سي عبد الحفيظ مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء النور، مساء الخير، شكرا على الاستضافة وشكرا لك ولمستمعي ديوان أفهم. شكرا لك. نبداو من الأخر، شو فما جديد؟ والله هو من الأخر اللي ذكرت فيه الأخ بوزيد نصيري راه ماهوش مصدر، لأنه مصادره دائما غلطة. هو ممثل عن وزارة التربية، مدير عام التخطيط والبرامج في وزارة التربية. فعلا هو مدير عام هذا الطامة الكبرى، انه في زوز اذا في زوز تلافز معناها يحضر في حنا بعل معناها متاع الموارد البشرية، وهو يحضر في رونديفو في التاسعة، هذا يعطي خبر والاخر يعطي خبر. هذه هي وزارة التربية او في حوصلة صغيرة، والمصادر اللي يعطيتها ما يصح، وهو خير دليل. شوف هذا علاش انا شعار من الاول باش نقولها، احذروا المغالطات التي، هذه رساله لزملاء الكل، احذروا المغالطات التي تروجها المندوبيه وزاره التربيه وايضا بعض الاذاعات، والغايه منها ضرب الوحده وزرع الشك وتشتيت الصفوف. لحد علمك اي مصدر الاذاعات ما تجيبش في الاخبار من راسها، ما تتيخوا في مصادر رسميه والمصادر هي اللي تصرح معناتها بخيتو. المصادر ليست رسميه وانا اؤكد لك ذلك. اش معناتها المصادر غير رسميه؟ معناتها واحد ياخو مدير عام في وزاره جي انت تقول لي ماهوش مصدر رسمي، معناتها باش نعطيك خير دليل. باش نعطيك خير دليل وتفهم اللي هي مصدر غير رسمي. سي عبد الحفيظ، سي عبد الحفيظ ما ندخلوش في العمل الصحفي، عايشك خليك في مجالك. هذا العمل الصحفي احنا نعرفوا المصدر الرسمي من غير المصدر الرسمي، معناتها في الاخر كيما ناخذوك انت مصدر نقابي باش تدافع على الاعوان نتاعك وعلى المنظورين نتاعك وعلى الناس اللي انت تمثلهم واللي هما باعثينك باش تتكلم باسمهم، كيما ناخذوا زاد الوزاره تكلف زاد مدير عام، مش معناتها مدير عام في وزاره في الاخر ماهوش انسان يلعب ولا انسان احنا باش نقعدوا نشككوا فيه. هذا لا مصدر ولا مش مصدر، احنا من دورنا نقل الخبر ونوصلوا المعلومه بعد صحيحه مش صحيحه، كل واحد يتحمل مسؤوليته فيما يقوله. سكروه الدوسي وتعديوا لموضوعكم، تفضلي اختي الكريمه. نحن لا نشكك فيه، لكن المصادر كي تبدا ثم مغالطات، نشوفوا واحد يعطي تصريح والاخر يعطي تصريح، ثم يدعو الى شك، يدعو الى ريب. هذا هو باهي باش نتجاوزوا. ها باش نعطيك حاجه خير دليل واضح، ودليل واضح جدا جدا. باهي الاداره يطلبون على العقود، انا ناكد لك حاجه انه ثم دفعت 22 من الاعوان من علوم التربيه، راهي المغالطه اللي ناس ضايعه فيها، من علوم التربيه اللي هو معطوهم عقد بسنه وآلين يمر الى استاذ تعليم ابتدائي متربص، هذم فيهم اللي رجع اللي هما دفعه 22. اما بالنسبه للنواب دفعه 22 انا اؤكد لك بانه ما ثم حتى واحد صح العقد هذا. هذه حاجه نحب انا ماخذ مصادرها مساج وخذ مصادرنا، وهذا نحن راعين المكان. ايضا ثم المسؤولين في الاداره في المندوبيه شنو يعمل؟ يراسلوا فينا، يراسلونا على العقود. شنو يقول لك؟ يقول لك برا العقد موجود في الموقع نتاع وزاره التربيه، نجم تسحبوا ومن بعد تمشي تصحوا في البلديه وتوقعوا في البلديه ومن بعد تجيبوا لنا. معناها حتى الطريقه كي نرفضوا بعد بشويه يطلبنا المندوب، نرفضوا زيد العشيه يطلبنا مسؤول اخر، باش تعرف اللي راهي الزملاء والزميلات رافض العقود. انا شخصيا نعرف شكون راسلوه ثلاثه ولا اربع مرات. اضافه لذلك خدم حتى العقود اللي حاطينها معناها في الانترنت، الناس يعني مرضت حالها عندها عامين ما خلصتش، حتى العقود يكلفوا فيها بالفلوس على العباد، حتى العقود هذه اللي نحن رافضينها رفضا قطعين. اش معناتها؟ معناتها كي باش تدخل تسحب باش تمشي، شوف باش تمشي للتبليمات، باش تمشي انت الموقع، باش تجبدوا بالفلوس، خاطر تجبدوا بلاش، باش تاخذ تاكسي بالفلوس وترجع، ومن بعد ما تصحوا في البلديه بالفلوس، ومن بعد تاخذ تاكسي وتهزوا للمندوبيه، وانت عندك عامين ما خلصتش. شوف وزاره التربيه كيفاش تنكل بالزملاء والزميلات. حتى العقد اللي حاطينه في الانترنت مكلف، اقل شيء باش تخسر عليه 30,000 ولا 40,000.
انت باش تمشي صح، رغم ان نحن رافضينوا العقد هذا، على خاطر العقد هذا لا يعنينا في شيء، لانه عقد خارج القانون، لاني لو رينا وزاره التربيه طبقت القانون واحنا تجاوزناه فعلا يقول لي عندها ألف حق، بينما وزاره التربيه تجاوزت القانون. قديش العدد نتاع المعلمين النواب سي عبد الحفيظ؟ المعلمين النواب اللي هم مشمولين بالمعناها بالاتفاقيه هذه اللي هي اخر دفعه من اتفاقيه 8 ماي اللي هي مشموله بالتاسي، هم 4141 معلم. معلم شوف، هو انا حبيت نوضح لك، هو اليوم الخميس هو اخر اجل اللي هو باش يعملوا به الاحصاء، واللي هو بعد يوم الثلاثاء التهديد والوعيد اللي جاء من وزاره التربيه. احنا رانا ماناش في اشكاليه مع وزاره التربيه، ولا معناها قاعدين نحبوا نصعدوا معاها، لا يا سيدي، احنا ناس محترمين، احنا نعلموا في وزاره التربيه ان يطبق القانون، احنا وزاره التربيه نعطوا فيها في درس، المربي يعطي في درس لوزاره التربيه كيف تتعلم انها تطبق القانون. احنا اليوم في الخميس اللي هو اخر اجل، اليوم خرجنا في يوم وطني، يوم وطني امام وزاره التربيه، لا نريد منهم جزاء ولا شكر. جينا اليوم لوزاره التربيه ونصيحوا الكل، الزملاء الكل والناقبين الكل والاعوان الوقتيين دفعه 22 خارج الاتفاق، كلهم ينادون بصوت عالي طبق القانون. تطبيق القانون، فماشي تطمينات؟ نذكر انه الجامعه العامه للتعليم الاساسي متبنيه الموضوع نتاعك في دقيقه سي عبد الحفيظ، فماشي جديد؟ فوالا شوف، هو الاخ نور الدين طبوبي الدخل بالنسبه للجامعه العامه راهي مصره على انها في ثلاث نقاط ضمة لم تتراجع فيهم، وهذا هو اللي نحبوه نحن، خاطر الجامعه العامه للتعليم الاساسي عندنا فيها ثقه كبيره. شوف، قالت الاعوان الوقتيين دفعه 18 الى 21 لن يرضوا الا باستاذ تعليم ابتدائي مترسم، هذا ما فيش. ايضا دفعه 22 اللي هي مشموله بالاتفاق، اللي هي مشموله بالتسويه اثناء الدفعه الاخيره، لن يرضوا بغير صفه استاذ تعليم ابتدائي متربص، هذا حسب النظام الاساسي القطاعي اللي هو معروف. ايضا اخوتنا خارج الاتفاق لن يقبلوا بغير تسويه وضعيه كاقل واجب اتفاق في الرايد الرسمي. بالنسبه للاخ نور الدين طبوبي، خاطر هذه نامل خير من الاخ نور الدين طبوبي ورئيس الجمهوريه، لانه صرح في الاذاعه وشينا له حتى شخصيا، مشينا حكينا معاه، قال باذن الله سنصل الى حل. وهذا نحبوا، واسمعني راهو نحبوا الصغيره يقروا واحنا نقروا واحنا نقروا في ظروف لائقه، في ظروف لائقه باش تكون الرساله التربويه على اكمل وجه. واضح، شكرا، يفضلك.